وسهلا بحضراتكم في مطبخنا المتواضع، مطبخ ستات ما بيعرفوش يطبخوا. معانا النهارده صديقتنا الحبيبه ازهار. اهلا وسهلا بيكي ازهار. بس اسمحي لي ان بكره بنقول لكل المشاهدين ان الشيف محمود هيكون موجود معانا. احنا طالبين منه انا ومنى واميره فسيخ ورنجه وسردين، وهو بقى يختار هيعملهم ازاي. فان شاء الله والبطارخ هيعمل بطارخ على وعد انه عامل لنا اكل المود بقى بكره، فتابعونا ان شاء الله. وطبعا بنشكر مدام ازهار على البيض الملون، هي دايما اللي بتفكرنا بشم النسيم، وهي دايما اللي باسكت جميله بتبتديها بالوان حلوه زي كده. كل سنه وانتم كلكم طيبين وكل مصر بخير وكل اخواتنا المسيحيين طيبين. يا رب يخليك. هتعمل لنا اكلتين النهارده. اكلتين ايه بقى؟ هنعمل لحمه بتلو مع الكبده البتلو، طاجن في الفرن. الاثنين الماتشنج ده جديد شويه. ودي اكله من ايه؟ والله انا اتعلمتها من صديقه طفولتي ميرفا الدوس، وهي اتعلمتها من مامتها الله يرحمها طنط ميمي، فحاجه قديمه قوي صعيديه يعني. طيب وده اول اكله. الطاجن كله خير ده. كبده ولحمه يعني. النهارده عاملين فرانكو قرب، دي حاجه مصر شرقي قوي، والتاني بقى برياش الفرنساوي المعروف طبعا، برده كان منسي، فقلنا نجدد. قول المقادير بتاعه الكبده واللحمه. الكبده بجيب نص كيلو كبده، انا حافظاها. طاجن كبده مع لحم البتلو، نص كيلو لحمه بتلو مكعبات، نص كيلو كبده بتلو مكعبات، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه صغيره ملح، فلفل اسود. هي دي اللي بيسموها الكمونيه؟ لا الكمونيه بالطماطم يا حبيبتي. لا ومش كده كمان، الكمونيه ثوم وكمون فعلا زي ما بتقول. وطماطم وصلصه. لا بتبقى ممكن. لا يا ستي اسكتي. لا هي بس التانية بيبقى صنف واحد. هنا الماتشنج يعني الماتشنج بس على نفس نظريه الكمونيه تقريبا. بخلط كمونيه. انا طبعا بخلي مكعبات الكبده اكبر من مكعبات اللحمه عشان الكبده بتستوي اسرع. فبحط كل هي حاجه بسيطه قوي، بحط كل المقادير مع بعضها. دي عايزه عيش وتتغمس دي. خلاص طب انا اقول لك كمون مع التوم. ليه ما نقطعهاش حته صغيره حته صغيره كله على بعض عشان اللي ياكل ما يبقاش عارف لحمه وكده؟ ما بتعرفيش بتتخمي برضو. عشان لو رفيع قوي عايزه تقطعها رفيع قوي زي المزاليكا. زي المزاليكا بس هتبقى رفيعه قوي. لا بس اللحمه البتلو برضو تفضل ماسكه نفسها. واللحمه البتلو ناعمه فمش محتاجه انها تبقى صغيره قوي يعني. الكلام ده لو كان دوز ممكن تتعمل كده زي تقطيع الشاورما. ليه ما تحمريهاش وتاخديها كده تشويحه على ال لا عشان انا بسيبها تتنقع. يعني لما تتنقع انت بتفني بسالها هي عايزه ان انا بتعلم وبدي حاجه. بسال الاسئله اللي الناس عايزه تسالها. المفروض ان انا بسال الاسئله بتاعت كل الستات اللي ما بيعرفوش يطبخوا هيسالوها. لا انا يعني ايه يعني بحط كله واحط شويه زيت وبعدين يعني بتبلتها اهي وحطيت كل المقادير. سيبيها بقى تنعم شويه. بسيبها بقى تتشرب الثوم والكمون لان دول روايح نفاذه، فما تقعد في تتبيله اللحوم والكبده ما تتاخرش تشرب بقى. فممكن ان انا احطها. لا 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 هي بتنزل. انا هنقعها. النقع مع التوابل بينزل ميه فهي تستوي فيه. هتشرب الميه دي تستوي فيه لو احتاجت. ايوه يعني هي بتاخد ساعه. اولا انا بسيبها في الفرن، بسيبها دلوقتي في الثلاجه حوالي ساعه ساعتين، وكل ما قعدت مش مشكله. كويس قوي. بس طبعا عشان حر مش هسيبها اكتر من ساعتين. في الفرن بقى متغطيه. وبعدين في الفرن بغطيها بالفويل، وبعدين بروح حطها حوالي ساعه، ببتدي اشيلها بعد كده بعد الساعه دي واشوف استوت ايه. طيب محتاجه ميه بحط شويه شوربه مثلا او ميه بس بحطها دافيه عشان البايركس يبقى سخن عشان ما ينفجرش. لا مش كده اميره، اللحمه بتفتل لو حطيت لها ميه ساقعه وهي سخنه. عشان كمان البايركس السخن ما حدش يحط ميه ساقعه في الفرن. احنا عشان عندنا هنا في مجاعه فمش هيلحق نحط الموضوع ده في ساعه. احنا هنسيبها على طول بقى. هنسيبها ممكن عشان ما ياكلوناش يا زوزه. هياكلونا. لا خلاص نقطعها عشان نخلص يكون هم بياكلوا. هتبقى كل يعني عمليه سهله قوي. لو واحده موظفه تعملها الصبح وتيجي تحطها في الفرن. قد ايه في الفرن قلتي؟ بتاخد ساعه ساعه وربع حسب الكميه طبعا. ساعه وربع وبتعملي معاها رز ابيض اهو زي ما انا شايفه. وطبعا لازم الخضروات معايا، ممكن طبق سلطه على اساس ان الكبده فيها حديد والحديد بيحتاج فيتامين ايه عشان يمتص. يلا نعمل البريوش. المقادير. المقادير نص كيلو دقيق، نص كوب زبدة، ربع كوب لبن. لا نص كوب لبن. نص كوب لبن. كوب سكر قد ايه؟
3/4 كوب سكر، كوب سكر، معلقة خميرة، 3 بيضات، ملح وفانيليا. خميرة طبعا. انا لو شلت السكر يجرى ايه؟ اعملها دلع. اعمليها دلع او حطي عليها ملح. ما هو لازم ذرة الملح، لازم ذرة الملح مع العجين. اه بس ما احطش فيها سكر عشان يبقى البريوش طبيعي. اه ممكن. هي اصل ليه البريوش عادة حاجة حلوة، فبيتحط بيتحط معاه زبيب وممكن تحط معاه فواكه مسكره في قلب العجينه. اوكي. وبيدهن سكر وبيض على الوش. يلا واحنا بنشتغل احنا معاك. ادي الدقيق نص كيلو، بحط تقريبا المقادير كلها مع بعضها في العجانه. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيده تعرفي ترفعيها اهي. مكوناته بسيطه الحمد لله ربنا سهل. طب انا عايزه اسال، هي اميره قالت ان هي ممكن البريوش ده لو هي عملته مملح يبقى عامل زي اللورس؟ هيبقى شويه كده زي صح؟ القرص. اللورز اللي عامل زي ايه؟ القرص زي العيش. القرص. هيبقى عيش. اما هو كده انا ده انا بقصده. اه ملح عشان حتى العيش تحطش نسبه سكر عشان تفاعل الخميره كمان. خلاص نحط فتفوته ندفى. ممكن تحطي، بحط كل المكونات مع بعضها. انت هتعملي ايه بكره في شم النسيم؟ هكون مع احفادي، احفاد الجمال اللي بيعملوا لك الازياء. زينة ومريم اسماعيل وساره. ساره بقت استاذه في العجن وهي 3 سنين ما شاء الله. طبعا شايفين تيتتهم شغاله كل يوم بتخترع حاجه في المطبخ، يعني على طول كل ما اجي اشتغل حاجه عملت لاصحابي كحك. فهي طبعا اشتغلت، بعمل لها عجينه بقى بدقيق وميه عشان ما تبوظش الدنيا بالسمن وكده، فاخدت على كده. تمام. بحط كل المكونات. هي عجينه البرياش دي هي اللي بيتحط فيها البيض الملون في شم النسيم؟ هي تقريبا زيها يعني. ممكن تستخدميها كده، وممكن حتى من اشكال البرياش احنا عاملينه النهارده في الكب كيك ممكن ان انا اعملها طفيره. ايوه ده اللي انا بقصده. اضفرها عشان كده بقول ما احطش معاها سكر. بس ده انا خلاص. اوكي. عشان فعلا تقدري تاكلها مع البيض. هو زمان حتى اضفرها واحط معاها بيض مسلوق وتبقى الدنيا اخر. زمان اهالينا ايام الروقان بقى كانوا يعملوا ايه؟ يحطوها لنا، يحطوا لنا فيها حاجه سربرايز كده، مستخبيه فلوس. مش عارفه حته حاجه كده. انا كان اخرنا ملانه وجمبري عمره ملانه. ايوه هي ملانه. ملانه ملانه وفسيخ ورنجه. والخس لازم عشان يرطب على القلب. الخس ما هو لازم لحد بتعملي دلوقتي. بتعملي ايه تاني لو عازمه احفادك او ناس بكره بقى جنب الفسيخ وبتاع؟ بيبقى عاده في ما بياكلش الفسيخ. ولو اني انا عايزه اشكر صديقه الطفوله برضه عشان تعرفوا ان مغاغه اجدع ناس. كلمينا وانت جالك طبعا الصعيد. جالي من الدكتوره مايبل، هي عاملاه بنفسها الفسيخ. فسيخ بيتي هي بيتي. هي مخلله ما شاء الله. هي صيدلانيه وعامله الاكل الصحي. يعني جنبه ايه بقى عشان الناس ما تتقلش من الملح؟ طبعا الحاجات دي لازم، الخضروات، البصل، الخضار خاص طبعا. ولازم شرب بقى احنا قرفة. بنضرب احنا بنضرب كل المكونات مع بعض. طب انت ناقص لك هنا اللي انا شايفاه. انا شايف هنا بقى الزبيب. الزبيب حاجه بعد ما بتتجانس المكونات كلها مع بعض وتتلم العجينه. بحط لها الزبيب والسكر والدقيق والبيضه دي بعد على الوش. انا معاكي بالخطوه خطوه. بحطه معاكي على الوش، بدهن البيضه واحط السكر عليه. طيب هنشوف زوزة. احنا كده طبعا. دي العجينه واحده قبل. تعالي نخمرها كده عشان نعرف نشتغل معاها علشان نقدر نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. وحاطه فيها حتى الزبيب بتاعها. طبعا لازم الفها تاني كده. لفي يا حبيبتي لفي، احنا مالناش اي مشكله مع اللف. وايه مشروبات تاني وانت بتلفي؟ القرفه مهمه جدا لانها بتسيح الدهون ومهضمه. لا ايه مهضم غير القرفه؟ في الكراويه. كراويه مهضمه. كل الكراويه جميلة. انا لما اكل فسيخ او كده اشرب معاه ميه بليمون. شاي بالنعناع. ميه بليمون من غير سكر. على فكره ويا سلام بقى كمان. لا كمان جدا. حلو. بصي يا ميرو كمان لو الليمون مع النعناع الاخضر يتضربوا في الخلاط. طبعا. الله. مشروب الليمون. بس لو احنا في البيت. طب لو احنا بره البيت اطلبي بقى. اطلبي ليمون بالنعناع. اشربي ميه. اشرب ميه بليمون. الميه انت قلتي. الميه ممكن انا بشرب ليمون، عصير ليمون، اعصر ليمون واشرب بكوبايه ميه. بصي مش عصير، لا على كوبايه الميه عصير الليمون كده عشان ما تمررش منها حتى ما تمنع العطش. والشاي يمنع العطش بره البيت. وفي نفس الوقت كمان يمنع تخزين الميه. الميه لا
كل ما تشربي ميه كل ما بعدين ممكن يعني اللي هيشرب كتير ومن النوع اللي جسمه بيخزن ميه او الست انا تشربي بقى اغلي شويه بقدونس واشربيها. طيب احنا معاكي برضو بايديكي كده وانت بتعملي يعني انا اغلي البقدونس ميه البقدونس دي بعد ما اكل الفسيخ ولا قبل ما اكل الفسيخ؟ لا بعد ما تاكلي بقى عشان انت عايزه تنزلي الملح اللي رصبتيه في جسمك. في شاي في السوق بالكرفس وبالبقدونس الشاي الاخضر الشاي الاخضر بالبقدونس ايه ده ايه ده في شاي اخضر بالبقدونس اللي بتعمل اكل مشروب السايدر بقى ده فين ده هقول لك قولي لي انا اجيب البقدونس ممكن عصير التفاح بقى وتغلي معاه عودين قرفه صوابع القرفه دي تبقى جميله قوي حلو قوي يعني القرفه دايما في المشروبات احط بيور حطي من غير سكر مهمة القرفة يا مدام أزهر مهمة جدا بتسيح الدهون كويس. وبعدين بتحافظ على معدل السكر في الدم اللي عنده أوي. سكر فحتى لو يا جماعة بكرة على العموم يوم العك العالمي يوم بايظ بكرة يوم العك العالمي بس فيها كيلو يعني يوم العك العالمي دي بتضرب معايا الار بي ام بيضرب كيلو يعني مش هناكل كتير مش هناكل كتير هو يعني كتير وتظبطيه بالمشروبات انا بس حسب معلوماتي مش عشان تخسي يعني لان انا غاوي اقرا في الحاجات الصحية وكده عشان الولاد والاحفاد ممكن الواحد يعمل بس ده طبعا تحت اشراف طبيب او استاذ تغذيه الواحد يعمل الديتوكس بعد طبعا الحكايه الاكل دي طبعا ولا بنزل السموم من جسمه لا ولا زبادي ولا لحوم عباره فاكهه وخضار خضار ني او مستوي كلها انا مش شخصيه فاكهويه بس تيجي على نفسك يعني كلنا المفروض نعمل ديتوكس من الحلويات بعد الحلويات اكتر قولي لي بقى ده نقعد قد ايه في الفرن؟ طبعا انا بسيبه يخمر تاني اوكي وبعدين بحطه بقى في الفرن حوالي بياخد ساعه من 25 دقيقه ما افتحش عليها الفرن؟ اي حاجه ما تفتحش عليها قبل 25 دقيقه قبل 25 دقيقه؟ يعني بعد 25 يعني طبعا متوسط 180 درجه واسيبه يسخن شويه اوكي وبعدين اما انا بقول ده السكر بقى بعد على البيض هي بتروح عشان كده انت قلتي مسكر لما دقنا لما ضربنا واحده منها بقولها اول مره ادوق دي ابيض من زمان لا ما احنا دايما بندوق المقادير يعني الحاجات احنا دايما اساتذه الضرب من الطبق يعني. منكوش شويه هو منكوش واحده بس اللي احنا خدناه والله يا زوز مين اللي منكوش انا والشيف هاتي ما نعمله هاتي ما نعمله انكوشي صح لا انكوشي صح انكوشي لا اهي اصبري هنعمله يا بنتي هنعمله كده في موديل كده ولا حاجه طب ما تاخدي واحده ونبقى كده انا مش عايز اعمل واخد واحده اهو بصي هنعمله كده المهم الناس تاكل عيش برده بكره عيش طبعا البلد هو احسن صح العيش هو بكره او في اي يوم الافضل من العيش الفينو يعني مخبوزات دي كفايه علينا ده الصوره بتاعت هنغمس الفسيخ بالعيش البلدي يا جماعه لازم تسلم ايدك بجد شكل الكبده والسلام ومرسي مره تانية على البيض الملون كل سنه وانت طيبه كل عيلتك واحفادك بخير يا رب وكل مصر بخير يا رب استنونا بكره معانا حلقه متميزه لشم النسيم احنا هيكون ضيفنا ان شاء الله حجازي متقال هنسمع اجمل اغاني الفولكلوريه اللي ممكن اي حد يسمعها ننبسط هناكل فسيخ مع الشيف محمود لا ده انا اجيلكوا بقى ده تنورينا وانتوا كل مشاهدينا ينورونا بكره ان شاء الله من 4 ل 6 بكره عندنا هيصه وزمبليته في الصالون بكره كل مصر مدعيه في الصيف ما بيعرفوش يكدبوا تحياتنا ونشوفكم بكره ان شاء الله كل سنه وانتم